السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد، وهو عن الغوريلا مقابل الدب. هل تستطيع الغوريلا هزيمة الدب الأشيب؟ رغم اختلاف الحجم وقوة المخلب عن الدب الأشيب، مقابل ذكاء وقوة الكتف والعضلات عند الغوريلا، فهيا بنا لنعرف ماذا سيحدث لو تقابل معا وحدث نزال بينهما. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. الغوريلا مقابل الدب الأشيب. الغوريلا هي واحدة من أقوى الحيوانات على هذا الكوكب وأكثرها إثارة. يبلغ متوسط طول ذكور الغوريلا الشرقية 180 سنتيمترا. يمكن أن يزن الذكور ما يزيد عن 200 كيلوغراما. وذكور الغوريلا لها أكتاف عريضة وعضلية تميزها عن الإناث. وتظهر ذكور الغوريلا قدرا لا يصدق من القوة. ومع ذلك فإن الغوريلا لا تفترس وتفتقر إلى غريزة القتل، والتي قد تعمل ضدها في معركة مع كافة المفترسات. وكما أن الغوريلا تفتقر إلى المخالب، وستكون في وضع سيء للغاية بين واحد من صاحب أكبر المخالب فتكا من أي حيوان. وفي معركة بين الغوريلا والدب الأشيب، فإن أول شيء يجب ملاحظته هو ميزة الحجم التي يتمتع بها الدب. سيكون حجم الدب الأشيب ضعف حجم الغوريلا على الأقل. والدب الأشيب أيضا أسرع من الغوريلا، لكنهما يقفان بنفس الارتفاع. وقد يعد الدب رقبة الغوريلا كطلقة قاتلة والتي يصعب الوصول إليها، لكن رقبة الغوريلا صغيرة ومحمية جيدا. ومع ذلك فإن مخالب الدب التي يبلغ طولها 10 سنتيمترات ستلحق أضرارا جسيمة بالغوريلا في أي قتال قريب. وفي النهاية من المرجح أن يذهب القتال إلى الدب الأشيب مع ميزة السرعة والوزن والقوة الغاشمة والعدوان المفترس، وسيكون الأشيب قادرا على إلحاق أضرار جسيمة وقاتلة بالغوريلا. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.